هنا تغيب صور الرمال وتحل محلها مناظر الاخضرار من صنع فلاح بسط يده على هذه الأرض فأخرج منها ماءها، وبمائها أنبتت الأرض فومها وعدسها وبصلها ونخيلها. الحقيقة إيماننا بهذا المبدأ خلانا نخرجوا لهذا الأرض اللي كانت لا شيء حقا، وتحدينا يعني كثير من الصعوبات اللي استطعنا أننا نديروا حاجة ولو بسيطة كما هذه. أنعش سالم الفلاحة وأحيا ضماء الحبوب الصلبة على اختلاف أنواعها باستخدام الأنابيب وطريقة السقي بالتقطير، فعانقت الفتيلة الحياة. تجربته مع الحبوب تجعته على زراعة الخضر والفواكه، فكانت النتيجة مبهرة. في 4 أشهر 3 أشهر استطعنا أننا ننتجوا هذه كعينة حقيقة، هذا المنتوج في هذا المكان نتجناه، حيث الحق حنا تشعلنا بزاف، حيث أننا العام الجاي إن شاء الله نفكروا باش نخصوا أكبر مساحة. وفرة المياه وإمكانية الاستثمار في الحقل الفلاحي أخرج الفلاحين عن صمتهم. ماذا بنا السلطات يشوفوا لنا في حالتنا ويساعدونا غير في شق طرقاتها، وقدامكم طريق شقناه من أموالنا الخاصة، وكما الوطن تاعنا رانا نحطوهم بعيد علينا قريب نص كيلومتر وندخلوا بينا بالماتريال تاعنا بالسلعه. استطعنا اننا نتجاوزوا كثير من الصعوبات، وعلى راسها كذلك يعني قضيه الكهرباء، حيث جبنا الضوء على مسافه يعني كيلو ما يفوق الكيلو و200 متر، يعني باش نديروا نصنعوا هذه الحياه الفلاحيه هنا في هذه المنطقه. ما ينتجه سطح هذه الارض اكبر بكثير مما ينتجه باطنها، لذلك يتساءل العديد من المواطنين وبالخصوص الفلاحين هنا في أدرار، لماذا يراد لهذه الجنة الخضراء أن تتحول إلى جحيم؟ رضوان نجمي لقناة البلاد.